خليها في الباص. أحد الشباب الرياضيين اللي هو سي أيوب الشرطي اللي أخذته المنية البارحة، ما علينا بهذه المناسبة هذه غير نعزيه والعائلة ديالو الصغيرة والعائلة الكبيرة وندعو له بالرحمة ومغفرة الذنوب وكلمة حق ولابد نقولها في هذا الشاب هذا حسن الأخلاق ديالو بالخصوص القرب ديالي منه في أحد المحطات فاش كان لاعب فريق نعتبر كان لكرة القدم، كان شاب نموذجي لا في التربية ديالو لا في الأخلاق ديالو، قدر الله ما شاء والله يرحمه ويوسع عليه. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.